لا أبدا، يعني الشيء الثاني يمكن الأمر حدث ذلك، يعني حياتي كلها ما 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 اندلقت، ما توجهت باتجاه آخر. إنه كنت يمكن لو درست بعد الثانوية بخارج سوريا يمكن وجدت طريق ما لأحياء، هل بس ثمة خصوصية في لهذه النهاية المدينة؟ بالحقيقة لادقية مدينة أعطتني كل شيء. يعني أنا كل لا شيء؟ أجد، لا أجد أوف، كلمة كبيرة كل هذه، شيء كل أعطتني شيء. رازقية، كل شيء أعطتني الحب، أعطتني المعنى، أعطتني الشعر اللي كتبته كله، أكثريته تواريخه هي المدينة اللي كتبت فيها شعر، نعم، كل شيء أعطتني الموسيقى. يعني أنا عايش بالموسيقى، أنا إنسان الموسيقى تعني لي أشياء كثيرة، نعم، بجمع موسيقى كثير كثير، حصل ذلك وأنا في اللاذقية. يعني أنا كنت المكان أو كنت النقطة اللي كان كل شيء اسمه موسيقى باللاذقية، لحد ما خاصة الموسيقى الأجنبية، يعني إنه أنا أقدر أحصل عليها بطريقة أو بأخرى. نعم. رح نرجع إلى نعم فكرة لماذا لم تهاجر ولم تفكر في الهجرة، يعني رغم أن لك أخت الشاعرة مرام مصري، يعني تستقر في باريس، وأيضا عندي لك أخ، أخ في عندي أخ ستوكهولم. بالسويد، نعم. وعندي أخ بالكويت، وعندي ابن بالرياض، وعندي ابن بأبو ظبي. هلا نعم، ولكن أنا باقي في اللاذقية. باقي في نعم اللاذقية تذهب، ويعني المشكلة أن هنا، يعني ربما إن لماذا طرحت هذا السؤال، لماذا اللاذقية؟ يعني لماذا لم تذهب إلى دمشق؟ يعني يمكن مستوى الخدمات، المرافق الموجودة، وخصوصا لشخص مثلك، يعني يحب الأوبرا، يحب السينما، يحب، هل يستطيع أن يصل لكل هذه الأشياء ويتواصل مع هذه الأشياء بحيوية، يعني في هذه المدينة الصغيرة أولا أنا لا اللي أرى فيها الأشياء محدودة؟ بدون يعني رغبة بإساءة لمدينة مثل دمشق، أنا لا أجد في دمشق الشيء لازم يسعي له شاعر أو يسعي له إنسان بيرسم أو بيكتب. فيني يرسم، فيني يكتب في أي مكان. بالشام ما في هالنشاط، إنه في أوبرا أو في شغلات، أحيانا تحدث معارض وبكل بساطة في الواحد يروح ويذهب يعني ويشاهدها. يعني ما عندي هالعداء المباشر لمدينه مثل العاصمه او الى اخره. وبالبلديه فيني احصل على كل شيء، خاصه هلا بادوات الاتصال الحديثه، نعم العالم كله نعم فيني بمدينه مثل هذه احصل نعم عليه. سيدي، عندما كنت صبيا كنت شغوفا بالأشياء، نهما تحب السينما، تحب الموسيقى، تحب القراءة، يعني كانت عندك هذه العقدة اللي بتقول عنها، من هذه العقدة الكبكولة من الهوايات والاهتمامات نسلت خيط الشعر الرفيع. كيف جاء خيط الشعر؟ هذا نسلته خيط الشعر نسلت بالحقيقة. أنا وقت رحت على الجامعة اكتشفت إنه أنا مثل يعني مثل سفنجة، يعني عم بلقط تمتص كل شيء. الأشياء، يعني يعني كنت أجمع مسرحيات، حتى صار عندي مكتبة مسرحية كتير كبيرة، كنت نعم أحضر سينما يوميا، يعني وبحفظ أسامي الممثلين، أسامي المخرجين. جميل. حتى أنا من الناس اللي شاركوا بإنشاء نادي السينما باللاذقية واتحاد أندية السينما بسوريا، نعم، كنت عندي ولع شديد بالسينما. يعني الناس اللي بيعرفوا الأفلام اللي حاضرة يعني بظنوا عمري لسه أكبر من عمري حياتها. نعم، ولكن ولكن رح نرجع أستاذي، نعم ولكن أيضا يعني رغم كل هذه الاهتمامات تجاه الفن والأدب والموسيقى، درست العلوم الاقتصادية في جامعة حلب وحصلت على دبلوم في الاقتصاد من بولونيا 1979، شو القصة وما هذه المفارقات في التخصص؟ في التخصص رح نرجع بعد قليل مع الشاعر السوري منتج. هذه المفارقة، يعني شاب مولع بالسينما وعنده شغف بالمسرح والموسيقى ويذهب إلى تخصص الاقتصاد بالخطأ. بالخطأ، من بالخطأ اللي ارتكب الخطأ؟ من اللي ارتكب الخطأ؟ كان معدلي لا يسمح لي أنه أدخل هندسة، يعني مش الأهل هم اللي دفعوك إلى التخصص؟ قبل أن تركوني على حريتي.
واخترت الاقتصاد السياسي لانه كان عندي انا تطلعات اجتماعيه وتطلعات يساريه. كنت من اليسار؟ طبعا. ما زلت من اليسار؟ دائما انا من اليسار. اليسار بالمعنى الثقافي او بالمعنى بالمعنى انه اليسار هو اللي بيشوف الامور وبريد تصليحها، ما بريد اللي يوافق ويوائم ويقول لا دائما بمعنى الشاعر. ولكن بريد اضيف شغله انه اثناء دراستي بحلب بالاقتصاد كلتي ابتديت فيه، يعني ابتديت اخذ الرسم على محمل الجد اثناء دراستي الاقتصاد، وابتديت اسمع واكتب واقرا شعر. يعني رغم انه انا درست اقتصاد سياسي وحبيت بحلب. التخصص حبيت دراسه الاقتصاد بالذات ابدا مع اني يعني تحصيل حصل خدت الشهاده، مع اني ما رسبت ولا سنه ولا عدت ولا ماده وكنت جيد يعني تقريبا. علاقتك بالشعر سيدي، كيف ذهبت الى الشعر؟ وقبل ذلك كيف ذهبت الى اللغه العربيه؟ يعني بدات في بداياتك تكتب قصائد تقول تكاد تكون مغوطيه، كان فيها كان في تاثر واضح بالشاعر الراحل محمد المغوط. كيف بدات هذه العلاقه بالكتابه بالحقيقة وباللغه؟ بداياتي الشعريه تدين لعده اسماء، يعني الديوان الاول امال شاقه كنت بسماه له اسم ديون مستحقه. اولا لشيخي ابي شقره، بعدين لصديقي محمد سيده، لانسي الحاج، وطبعا لمحمد مغوط. ولكن محمد مغوط اكثر شاعر رغبت وشعري يعني شعري صفى منه يعني بينما اثار شوقي واثار انسي واثار توفيق الصائر المؤثرات الاساسيه للشعري لساتها مستمره. امال شقه، هل تذكر هذا الديوان؟ هذا الديوان طبعته طبعه خاصه ووزعته على اصدقائي. جميل، هكذا يعني بهالطريقه كتبت. وفي ديوان اخر ايضا طبعته طبعه خاصه وللاصدقاء. كان كنت بعرف انه قصائدي ما تجد طريقه للنشر، فاقوم بطبعه على بشكل كراسه. والاخرون بدورهم كانوا ياخذوها ويصوروها. يعني قلت لم يكن عندك هم ان تكتب قصيده تختلف عن قصيده الستينات السوريه، وقلت بعد ذلك ابتعدت عن المدرسة المغوطية فلم يكن الأمر يتعلق بالشكل أو بالأسلوب إنما المعنى، ذلك الغضب، الكدر، الصعلك، الأرصفة، الوطن والقضايا الكبرى هو ما أبعدني عنها. نعم عبارة لافتة. أولا بالنسبة لشعر الستينات عكس هالكلام. يعني أنا أول صرت أسمع شعراء الستينات بالأمسيات الشعرية بالجامعة، وكنت أقول إنه الشعر لازم يكتب بطريقة مختلفة تماما. يعني بالعكس أنا أحيانا بفسر إنه شعر السبعينات إجا ردة فعل على شعر الستينات. أما المغوط، المغوط شعر نثار، شعر يعني بقول ما فين حدا يمر بالمغوط بدون ما يتلوث فيه. بدون ما يعلق بفخاخه. بس يتلوث يعني إيه بمعنى تلوث. مثل ما بقول يتجمل، خلينا نقول أحببتك وتلوث. يعني في شيء حتى إيش الحب ليش بمعنى تلوث يعني هيك بقول سجي يا سنة. يعني ما انا بس هذا. نرجع الى الشعر امال شقب. قلت انك كتبتها بطبعات خاصه بالاله الكاتبه وصورت منها ونسخت واهديتها للاصدقاء. من هم؟ وخصوصا انك كان كان في لمسه وفاء الى مراجعك، الى الاصوات التي تاثرت فيها وحبيتها واللي حسيت ان فيها من اصواتهم شيء، من اصواتهم في التجربه. من تذكر بدايه كل تجربة شعرية أو تجربة فنية تظهر تأثيرات الناس اللي أثروا بالرسامين. أول معرض لبيكاسو كان تأثيرات لوتري، تأثيرات ديجا كانت موجودة فيه. بعدين بيتخلص بتصفى. أنا بقول تأثيرات مندر، من التأثيرات اللي كانت موجودة؟ ما أنا قلت أنا أكثر مؤثر شعري، أكثر مؤثر شعري فيني هنا شعراء مثل توفيق صاير، جبرة إبراهيم جبرة، وبعدين تأثرت به كثيرا، وطبعا شوقي ابي شقره وانسي الحاج. جميل. داكن مجموعه مصادره. نعم. ما السبب؟ بسبب وبعد ذلك طبعت المجموعه بسبب قصيده اسمها ساقا الشهوه. انا طبعتها بهالطريقه واتيت لنا وكتبت لها وكتبت لها مقدمه خاصه بالآلة الكاتبه. نعم. وكتبت لها مقدمه يعني لا تيأس. لا تيأس. أنا محارب بشعري. أنا بصدق بشعري.
وبعتبر وما بتحب السهولة وبعتبر في اليأس. لا أبدا ما أحب السهولة. يعني أشد ما أكرهه في اليأس سهولته. عدا على أنه بظن الشعر سلاح لحياة أفضل. جميل. بشر وتواريخ وأمكنة عام 1979، هل هي توثيق يوميات لمنذر مصري؟ ظن البعض